السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بريدوش سائل سهل وسريع في التحضير ديالو بدون دلك أو أي تعب كبير. وشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله النتيجة اللي كنتحصل عليها. فكيجي واحد البريوش ممتاز قطني ارطب مهوي من الداخل مفشفش وهذا الشيء كامل بلا دليك بلا تماره كيف ما قلت لكم في الاول. هنا غادي نقسم لكم واحد المورصه باش تشوفوا معايا الشكل ديالو بوضوح كيف كيجي. فكيجي هائل. انا عارفه بان كيعجبكم وصفات البريوش اللي كنشارك معاكم، لهذا كل مره كنحاول نجيب لكم وصفه مغايره على الاخرى وتكون سهله، المهم ما تكونش فيها تماره او لا، تحضروها بكل بساطه. الى عجبكم الفيديو فما تنسوش تخليو ليا واحد اللايك، ما تكونوش بخيلات معايا فتكون عندكم شويه ديال السخاوه وخلي ليا واحد اللايك للفيديو باش هكذا يطلع شويه للمشاهدين اخرين. تفاعلوا ليا مع الوصفه ولا ما عجبتكمش حطوا ليا ديزلايك فمعليش، المهم يكون واحد التفاعل على الوصفه. فدابا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات فعندي كاس من الحليب اللي كيكون عندي دافي، ما توفرش عندكم الحليب فممكن تخدموا بكاس ديال الماء اللي كيكون دافي، ولا توفر عندكم الحليب نيدوت يمكن لكم تزيدوا جوج معالق كبار على داك الكاس ديال الماء، الا ما كانش فما عليش. ضفت ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، الخميره ديال العجينه، نص كاس من السكر الخشن اي سكر حبيبات، دائما القياس بكاس العنبه، ما يعادل قرابه 65 غرام. كنحاول ندمج هاد المكونات مع بعضياتهم باش هكذا كتفاعل ليا الخميره مع السكر والحليب. ومن بعد كنضيف نصف كاس من زيت نباتيه ما يعادل 75 مليلتر، ملعقه صغيره من الفانيليا السائله او لما توفرتش كتخدموا بواحد الخنيشه ما يعادل 7.5 غرام. ضفت مليحه نقولوا نصف ملعقه صغيره من الملح وحبه كامله من البيض وبياض بيضه. وبالنسبه لذاك الصفار ديال البيضه فكنحطوه بجانبا باش هكذا كندهنوا به الوجه ديال البريوشه ديالنا. هنا كنحاول نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيندمجوا ليا كيف ما كتلاحظوا معايا. ثم غادي نضيف الدقيق كمرحله اوليه، غادي نضيف كاس من الدقيق الابيض المخصص للحلويات. للامانه انا اليوم ما خدمتش بالدقيق التلالي الدقيق ديال الحلوه، فخدمت بالدقيق العادي الطحين العادي ديال العجينه. فضفت الكاس الاول غربلته وهو الكاس الثاني حتى هو غربلته كيف ما لاحظتوا معايا. وغادي نضيف واحد الخنيشه ديال الخميره ديال الحلوه ما يعادل 8 غرام. كيف ما كنأكد عليكم دائما الا ما توفرتش عندكم الخميره ديال الحلوه فما تخدموش بها، ماشي ضروري تخدموا بها في البريوش. انا الا كانت عندي راه كنخدم بها، ما كانتش عندي ما كنخدمش بها، غير هي كيعجبني نخدم بها الا كانت متوفره، كيجي هكذا داك البريوش ديالنا خفيف وطري بزاف. انا حاولت ندمج هذاك الدقيق مزيان وخلطت حتى تحصلت على هذا الخليط كيف ما كتلاحظوا معايا خالي من اي تكتلات. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا القوام ديال البريوش ديالنا كيبان خفيف بزاف بحال ديال الكيك، لهذا فغادي نعاود نضيف نصف كاس من الدقيق. يعني خدمت بجوج كيسان ونصف من الدقيق، دقيق متعدد الاستعمالات، ودائما الدقيق كيبقى على حسب الجوده ديالو وتشربه السوائل. المهم نتوما راكم كتضيفوا الدقيق بشويه بشويه وانتم كتخلطوا العجين ديال البريوش ديالكم حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون شويه ثقيله، ما تكونش ثقيله بزاف غير القياس، راه القوام ديالها واضح لكم على الفيديو. قد ما كانت هاد العجينه ديال البريوش سائل خفيفه شويه قد ما كتجينا واحد النتيجه رائعه للبريوش ديالنا، فكيجينا خفيف ومهوي من الداخل. هنايا غطيت على ديك الطاسه ديال البلاستيك غذائي، شتو الا كانت عندكم واحد بواطه اولا طاسه كتسد فمن الاحسن هكذا باش كيتزمت لكم هذاك العجين ديال البريوش وكيضاعف الحجم ديالو وكيختمر بسرعه. هنا صبرت على داك العجين حتى اختمرت، ها هي راه باين لكم نسبه الاختمار فيها في الحجم ديالها الدوبل على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ واحد السباتول وغادي نحاول نخرج ديك النسبه ديال الهواء اللي تكونت ليا الداخل ديال العجينه بفعل الاختمار، فضروري كديكازيو العجين ديالكم. فهاد الاثناء راني كنكون وجدت واحد المول ديال الزاج اللي كنكون دهناتو بالزبده فقط، او لا الا كان عندكم مول مثلا كيلصق كتقدروا تدهنوه بالزبده وكتغبروا عليه بالدقيق الابيض. انا بالنسبه ليا خدمت بهاد المول ديال الزاج فهو ما كيلصقش، هو باغي يبان لكم دابا كدهنوه فقط بالزبده، هذا ديال لي طاحت وداكشي. فهاد المول راه القطر ديالو تبارك الله كبير،
تقريبا كيعادل 30 سنتيم. الا كان عندكم من 25 حتى 30 سنتيم فكتخدموا بواحد فيه، غير هو 25 سنتيم كيجي شويه الارتفاع ديالو كتجي شويه مهبره الحبه ديال البريوش هكذا، الا كان كبير كتجي شويه ديك البابه في حدود المعقول. صافي كنحاول نوزع هذيك الكميه ديال العجين بالتساوي على هذا الشكل، وكندهنها بداك الصفار ديال البيضه اللي خففتها بالقليل من الحليب او لا قطرات من الخل باش هكذا كنحيو من هذيك الريحه ديال الزفوريه. ملي كنبداو كندهنوا في البريوش ديالنا فكنحاولوا ندهنوا غير بشويه لانه هو راه عرفتوا العجينه ديالو خفيفه. صافي كنبقى مستمره ديك الشيته ملي كنغمسوها في الصفار بيضه كندوزو على داك العجين ديالنا غير بشويه نخففوا يدينا ما تضغطوش بزاف. صافي وبالنسبه للتزيين فكيبقى على حسب الاختيار، ممكن تزينوا بالزنجلان، ممكن تزينوا برقائق اللوز كيف ما انا خدمت بهم، وايضا لي بيبي دو شوكولا حتى هما درت عليهم هكذا شويه من الفوق. صافي المهم بالنسبه لاي حبوب متوفرين عندكم راه كترشوهم من الفوق. صافي هنا كنصبر على العجين ديالي حتى كتختمر للمره الثانيه تقريبا 21 دقيقه، فشوفوا راه بين الفرق بين في الاول والثاني دابا راه اختمرت راه دوب الحجم ديالها. سخنت الفران مزيان على اعلى درجه سواء غازي او لا كهربائي، كنمشعل من الفوق ومن التحت. اون فوا كيسخن كنطفي الفوق وكنخلي فقط الجهه السفليه مشعوله، كندخل اللاطه ديالي وكنخليها حتى كتبان تحمرات وصبح اللون ديالها ذهبي من التحت اللي كنشعلو عليها من الفوق، كتحمر لنا شويه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيف كيجي اللون ديالها هكذا دوغي، كيجي اللون زوين عنده، كيجي واحد اللون موحد كتجي كلها محمره. كنخرجها من الفران الحبه ديال البريوش ديالنا كنغطيو عليها بشي منيديل كنصبر عليها حتى كتبرد. صافي ومن بعد كنقدموها في صحن التقديم ديالنا على هذا الشكل، فكتجي من اروع ما يكون. عرفتي البنات الا جربتوا هذا البريوش غتوليو مدمنين عليه انا متاكده، غير جربوا وردوا لي خبر باللي كان. انا راه فيت لي جربتو معكم هذه تقريبا واحد العامين وغير دابا عاودتو معكم على ود بالنسبه هكذا للبنات الجداد اللي عاد التحقوا بالقناه هكذا حتى نتوما تستافدوا من الوصفه، وراه اصبحت معتمده عند بزاف ديال الاخوات. راه وصفه زوينه البنات غير جربوها. بحال انا كنلاحظ كتبغيو بزاف فاش كنحضر معكم البريوش على شكل خبيزات ديما كريسات، راه حتى هادو زوينين نتوما جربوهم بقاو غيروا، ماشي تبقى نبقاو نحضروا غير كريسات كريسات كريسات. حتى هذا بريوش بحجم عائلي حتى هو كيجي مزيان وسهل، انه سهل هذا ما في ذلك ما ندلكم حتى شي حاجه. هذه هي وصفه اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم تجربوها. يعجبكم الفيديو شاركوه مع احبابكم وهكذا الاصدقاء ديالكم اللي عندكم في الواتساب والانستغرام والماسنجر، المهم جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندكم على حسب كل واحد اش عنده في تليفونه. وكنقول لكم شكرا بزاف على تشجيعاتكم واللايك اللي كتخليو ليا، ايضا التعاليق المحفزه. فكنقول لكم بالسلامه عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.